للمزيد حول الأسواق العالمية مع في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكوتي جروب. أهلا وسهلا رائد. أهلا وسهلا. شكرا على حضورك معنا. بعد في من يقول أنه رغم الارتداد على وول ستريت بعد ما محينا الخسائر اللي سجلت منذ بدء التلويح بحرب تجارية بالفعل حتى فرضة الأسبوع الماضي، ما رأيك؟ لا، الريفرسال سيجنال والانعكاس وضح بشكل كبير على اداء اسواق الاسهم. هذا النوع من الاخطار هو اخطار مؤقته على الاسواق، وبالتالي الرياكشن بتكون سريعه والعوده تكون سريعه مجددا، الارتداد سريع. بالتالي من المتوقع ان يعود الداو جونز الى مستوياته القياسيه ومتابعه المسيره بالاتجاه الصاعد، طالما اهم الاخطار اللي نحن ممكن كانت تهدد الاسواق الامريكيه مثل هذا الحدث اللي هي الحرب التجاريه وما يترتب عليها من يعني أشياء سوف تتصرف فيها الصين، أو ليست أشياء وإنما عبارة عن قيود وخطوات إضافية تشددية فيما يتعلق بالتبادل التجاري. الصين اللي كانت قد حققت أكبر فائض، او عفوا يعني خلينا نقول اكبر حجم تبادل تجاري بين الولايات المتحده الامريكيه والصين خلال العام الماضي لصالح الصين، بالتالي من المتوقع بشكل كبير ان تحاول ان تهدئ النبره نوعا ما. الاسواق الامريكيه من المتوقع ان تستفيد بشكل كبير من هذه الكالم داون او الهدوء اللي نحن عم نشهده حاليا في الاسواق، ومن المتوقع ان تعود الى القمه السابقه. عندنا باسعار العملات قصتين وبسبب بنفس الأمر اللي هو ضعف دولار عند أدنى مستويات له بخمسة أسابيع، وعنا قوة يورو مدفوع بتوقعات لرفع أسعار الفائدة، والاسترليني يستفيد من اتفاقية البريكزيت. إلى أي مدى ممكن أن نرى استمرار لهذه الأنماط وإلى أي مستويات برأيك؟ نحن شاهدنا ضعف حقيقي على الدولار الامريكي، وكنظره فنيه نحن بنشوف انه اقترب من القاع بشكل كبير وممكن ان يعود للارتداد بعض الشيء، نفصل بعض الشيء ما بين اداء اسواق الاسهم وما بين اداء الدولار الامريكي. الدولار الامريكي يعني كان مضغوط بشكل كبير خلال يعني منذ عام حتى الان حقيقه، يعني كاداء للدولار يمكن الامريكي يمكن زاد من الضغط عليه الفدرالي، اجتماع الفدرالي تماما اللي ما لمح له اللي ما أعطى اربع مرات رفع لاسعار الفائده، والسياسة التشددية اللي نحن متوقعينها تكون أكبر بكثير، إنما أكد على التدريج. بالتالي أداء الدولار الأمريكي كانت تحت ضغط كبير، والأسواق دائما تسعر ما هو قادم في المستقبل وليس ما يجري حاليا. أي تلميح أو إضافة يبدأ تسعير السوق حاليا، وبالتالي أعتقد كل السلبية التي كانت تحملها البيانات والتصريحات السابقة كانت على تضغط على الدولار الأمريكي. الآن أي عودة للإيجابية ممكن تعود و بالدولار الامريكي للارتفاع مجددا، ونعود لنختبر مستويات ما فوق مستويات 85 كمؤشر للدولار الامريكي. اليورو يستفيد على جانب اخر منفصل تماما، وهو سواء كانت ايجابيه مفاوضات البريكزيت، البيانات الاقتصاديه، وايضا يعني الانتشال من السياسه التيسيريه الكبيره داخل المركز الاوروبي. بس لماذا هذه ليست ديسكاونتد بالسوق؟ يعني غريب اوقات بيكون الاخبار صار لنا فتره بنحكي فيها ومتوقع رفع لاسعار الفائده منتصف 2019، لماذا عاد تفاعل السوق مع هي التصريحات الأخيرة؟ هلا من ناحية أوكي بيقولوا ينز وايدمان رح يجي محل ماريو دراغي لاحقا، مرشح بقوة أن يأتي رئيسا للبنك المركزي الأوروبي، بس ما الجديد بهذا الموضوع؟ لماذا عم نشوف هالتفاعل الارتفاعات على اليورو؟ الايجابي على اليورو لانه بلش النفس يعني خلينا نقول داخل المركز الاوروبي. اولا تحسن البيانات الايجابيه فيما يتعلق بمستويات التضخم واقترابها من المستهدفات بوتيره اسرع. نقطه اضافيه اللي هي انه كان هناك تاكيدات كبيره من داخل المركز الاوروبي ان البرنامج سينتهي يعني نهايه العام الحالي، وبالتالي من المتوقع ان يبدا تجديد السياسه النقديه كما كان متوقعا بشكل كبير. بالتالي يعني الآن تسعير اليورو بالاتجاه الصاعد سيصبح أكثر سرعة، من المتوقع قبل أن يتم الإعلان الفعلي لإنهاء برنامج التيسير أن يصل اليورو إلى ما فوق مستويات 32 و33 أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، حتى يكون هناك المجال لمزيد من رفعات، لأنه أيضا يورو مرتفع بشكل سريع سوف يضطر البنك المركزي الأوروبي أن يظهر ويتحدث أن اليورو المرتفع قد يكون غير مناسب، وسوف نضطر إلى
كبح جماح اليورو المرتفع بطريقة أو بأخرى. انتهى وقتنا بعد لنا أقل من دقيقة. وقوة الاسترليني هل هي في ضعف دولار أم الاسترليني لا يزال فيه قوة من بعد موضوع البريكزيت؟ إيجابية البريكزيت بشكل كبير عادت بالاسترليني للارتفاع وضعف الدولار الأمريكي المؤقت، ولكن قوة الاسترليني أعتقد أنها مؤقتة للفترة الحالية، لمس السقف تقريبا وممكن أنه يعود تحت الضغط خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكوتي جروب، أهلا وسهلا بك. شكرا لك.